اللي يحبك وتقول انت حبيتيه او اقتنعتي به، نصيحه دلي بيتكم ونطيع عنوانكم، وبعد نهائيا لا تحاجي، اذا صدق رايدك راح يجي على بابكم ويتقدم لك بالحلال، واذا لا معناه هذا خايس والله مطيح حظك. خليك ذكيه، فكري انت ما طول متابعتني الله يحبك. دا اعطيك المختصر المفيد، ليش تشبعين رومانسيه وغزل وحب بفتره الخطوبه؟ تشبعين وشرط بالحلال. يا حزب خاطري اني عطيت قلبي وضراح علني، ودي اغفر له ولكني تعبت من الجفا، لاني ابيه بخيره وشره ولكن عزتي ضدي.